السلام عليكم نتمنى كامل تكونوا بخير مرحبا بكم في فيديو جديد وتوتوريال جديد وانبوكسينج جديد قبل ما نبدا الفيديو نتمنى من الناس اللي اول مره تشوفني تابوني في لاشين يوتيوب بالضغط على الزر الاحمر وتفعيل الجرس باش تلحقوا النوتيفيكاسيون ملي نلحق فيديو جديد ويدخلوا ليها ويديروا جيم وبارطاج مع اصحابهم ولا اصحاباتهم باش تلحق اكبر عدد من الناس اللي هما شغال ندير سواء مره يعرفوا ولا فيلم وهذا كان من غير المقابل كومنتار تاع موتيفاسيون تنقراجيني بيه في لي كومنتار باش نكمل لكم الفيديو هذا مكان وندخل في الفيديو شحال من الناس يعجبهم لي فيلتر اللي نخدم بيه مع لي فوتو تاعي سواء فيسبوك ولا انستغرام ويسقسوني وين ابليكاسيون ولا بروغرام اللي تخدم بيه واسكو واعر ولا ساهل وكل واحد كيفاش يقول لك انا عندي شحال من اللي كنت حاب ندير لكم فيديو خطره كنت عطلني خدمه خطره قرايه مليون ان شاء الله نجاوب عليكم كامل ونستفادوا كامل قبل ما ندخل في المفيد واحد السيد من السيتا علي اكسبريس بعث لي هذا البروبليم قال لي كي دير فيديو دير في لي فيديو تاعك يشوفوا لي يتفرجوك اللي يحبوا يشوفوا كيفو نديروا له انبوكس من خفيف ظريف نشوفوا واش فيه وندير له جيف اواي وفي الاخر تاع الفيديو نقول لكم كيفاش تربحوا قدام الكاميرا هنا نفتحوا بون نبداو في البراتيك البروغرام اللي نخدم به لي فوتو تاعي اسمه ادوب لايت روم هذا هو البروغرام ندخلوا ليه ونبداو بروغرام عباره عن كيما هكا هنا عندك البيبليوتيك وين تمبورتي لي فوتو تاعك انا ديجا راني وجدتهم بون كيفاش نتوما تدخلوا لي فوتو تاعكم سيليكسيونيو على لي فوتو تبليسيهم البروغرام هنايا و سي بون انا ديجا راني نطلع لي فوتو صافي ما يطلعهم ليش البروغرام بعد ما نوجدوا لي فوتو تاعنا بالك نلقاو الفوتو تكون دايره هكا مصوره بالتليفون هكا بالاوريجينال فوتو تكون هكا الريجلو غير من نابا كي نوجدوا كل شيء نروحوا ديفلوبمون ونبداو نخدموا على لي فوتو تاعنا ندخلوا ديفلوبمون ونكليكوا على الفوتو اللي نحبين نريجلوها هنايا عندنا لي بريسات لي بريسات لي راني موجدهم لكم تلقاهم في الديسكريبسيون كيفاش تيمبورتي هاد لي بريسات تكليكيو و تجي لهنا امبورتي و راني ديجا موجدهم لكم سيليكسيونيو عليهم كامل اوكي راح يطلعو لكم بدوسي كيما هاكا ديجا راني موجدهم هذه بريسات الاولى تاع فاتورة اوريجينال عندك هنايا كل واحدة واش راهي اسمها البريسات كل ما ندير نخدم بريسات نسمي على الاسم تاع الفوتو هذيك اللي خدمتها باش نشفع عليها باش المره الجايه كي نروح للبلاصه هذيك نتصور فيها ولا ديريكت نروح ندير البريسات هذه باه ما نبقاش نتعب ونريكلي هنايا هذه الاكوار هنا تالاندو بون لي بريسات هذو كامل انا اللي خدمهم هذه البريسات الاولى بعد ما تكليكيو هنايا راح الفوتو ديريكت تولي هكا بعدك تجيو هنايا تحبوا تبدلوا شويه هكا كل واحد كيفاش على حساب الفوتو الوايت بالانس اللي عندنا ما ننسى تحب ديرو اوتو ولا كيما تحب الوايت بالانس تحب نخدم به كي نكون في الليل بون هنايا تحب كل واحد كيفاش يخدم لي فوتو تاعو عندكم هنايا كولور تحبوا تشونجيو كامل الكولور راكم كل واحد حر كيفاش يحب يخدم هاكا كل واحد كيفاش هذا تاني عند اورانج لا محبينو كامل هنايا كيف كيف مو تحبوا لي فوتو كي تكون في نفس البلاصه نورمال تروحوا كليكيو هنايا ولا تروحوا لهنا كليكيو واحد على ادروات ديروا كوبي لي بارامتر
ثم ما تخدموش للفوتو اللي بعدها بالبريسات هذه، ثم تخدموا بهذه بعد ما درتوا موديفاج صغيرة هكا على حسب الفوتو. اصلا ماشي اي بريسات نعطيها لكم راح تجي 100% واش راكم حابين. عاد ديروا لهنا كودي لي بارامتر احسن ليك لي. هذه بريسات الاولى. بريسات دوزيام هذه في الباسبور نجدها ديريكت هكا. هذا جوج تصاور نحب غير كولر واحدة تبقى والاخرين كامل نحا، وهنا تحبوا تزيدوا وتنقصوا كيما تحب كل واحد وكيفاش. هنا كيف كيف تخيروا توما ماشي ايوا تخيروا، بلاك هذه ما تصلحش هذه تصلح هذه تصلح كل واحدة وكيفاش. لا نعطيتها لكم هنا يا هذه في لاكو هذه ديجا راهي فازت الفوتو وصلوا فوتو اوريجينال ما لقيتهاش في ايفريس كيتي اللي شارجيتها كي بعثتها لواحد صاحبي باش يشوف كيفاش كانت وكيفاش ولات بات مون ريجسترا في الميساج جاب ربي لقيتها جاب ربي جاب ربي. بون نورمالمون هذا هو لي فوتو باغ اكزومبل هذه خدمناها سي بون. بعد ما تكملوا روحوا ديروا هنايا اكسبورتي تيكسبورتي وين راكم حابين البيرو ولا ما عرفتش فين اكسبورتي. هذا مكان كان توتوريال خفيف ظريف ما فيهش خدمه بزاف وحاجه سهله بزاف. بروغرام راح نحطه لكم في الديسكريبسيون نجيب لكم اللي تاع من تيليشارجيبه ولي بريسات كيف كيف راني وجدتهم كما راح نطلعها لكم في السيت. هذا مكان واش راح نقول لكم اي واحد يخدم لي فوتو تاعو يبعث لي كيفاش كانت وكيفاش ولات كان راح نفرح ان شاء الله كي نلقاو ريزولتا مليحة. بخصوص الجيف اواي كل واحد راح يغلق لي كومونتير برك، وكي يلحق الفيديو هذا 200 جيم رايح انا نخير واحد من لي كومونتير دونك في واحد السيت هو اللي طلع لي شكون دار رابح ورايح نبعث لكم هذا وين ما كنت نبعث لكم ماشي مشكل. وان شاء الله تلقوا فيديو جديد و